الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التجمعات التنموية بسيناء وتطوير منظومة المخابز. استمرار المعارك بين أرمينيا وأذربيجان، ومجلس الأمن يعقد جلسة اليوم لوقف التصعيد بين البلدين. وفيات كورونا في العالم تتخطى حاجز المليون، وأمريكا والبرازيل والهند تتصدر الأعداد. الثانية عشر ظهراً العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، مرحباً بكم. في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك احمي بلدك. نبدأ مع حضراتكم مشاهدي الكرام هذه النشرة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية، وخلال اجتماعه برئيس الوزراء وزيرة التعاون الدولي، وجه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ المشروعات التي تم الانتهاء من الإجراءات التعاقدية الخاصة بحزمها التمويلية، كما وجه بالتوسع في التجمعات التنموية الجاري تنفيذها في سيناء. وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء وزير التموين، وجه الرئيس السيسي باستمرار اعتماد خطة تعزيز جهود توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، كما وجه الرئيس بتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. وقد صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولي في إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية، مشددا سيادته على انتقاء أفضل البدائل التمويلية مع حوكمة الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مع البدء الفوري في تنفيذ المشروعات التي تم الانتهاء من الإجراءات التعاقدية الخاصة بحزمها التمويلية، خاصة تلك المتعلقة المشروعات الإنتاجية والصناعية. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة التعاون الدولي استعرضت أبرز جهود الوزارة، خاصة ما يتعلق بزيادة فعالية التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين بالاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بأبرز المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدولة. كما تم استعراض نتائج الجولة التفقدية للدكتورة رانيا المشاط للمشروعات التنموية في قطاع الزراعة بمنطقة الصعيد بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، والتي أتت بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة، والتأكيد على أهمية الأمن الغذائي لتحقيق التنمية المستدامة، حيث من المنتظر أن يصل إجمالي المستفيدين من هذه المشروعات الزراعية بحلول عام 2023 إلى حوالي 500 قرية في الصعيد، سواء فيما يتعلق باستخدام أنظمة الري الحديثة أو تعزيز المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بتطوير أنظمة الزراعة. كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط نشاط الوزارة فيما يخص القروض وحزم التمويل الجاري التفاوض عليها، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك لدعم مختلف قطاعات الدولة. كما استعرضت السيدة الوزيرة نشاط الوزارة في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة، والموقف التنفيذي تجاه الشق التمويلي لتنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، وذلك لدعم المجتمع السيناوي اجتماعيا واقتصاديا وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في التجمعات التنموية الجاري تنفيذها في سيناء، مع الوقوف على التجارب المجتمعية الناجحة التي شاركت فيها المنظمات الأهلية، وذلك لضمان تكوين مجتمعات مكتملة الأركان والخدمات، إلى جانب جهود دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل بتلك التجمعات.
كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية خلال الستة أشهر القادمة وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، فضلا عن استعراض جهود إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار وزارة التموين في اعتماد خطة تعزيز جهود توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها والتي تم انتهاجها خلال فترة جائحة كورونا، وذلك تحسبا لأي موجة ثانية محتملة في هذا الصدد، وتلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. كما وجه السيد الرئيس بانتقاء أفضل المواقع للصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع لتسهيل مهمتها في تخزين السلع الاستراتيجية، أخذا في الاعتبار البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد الجمهورية. كما تم استعراض خطط وزارة التموين لتطوير عدد من شركات الصناعات الغذائية خاصة شركتي قها وإدفينا، وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي وزيادة قدراتها التنافسية وتعظيم الفرص التصديرية. كما وجه السيد الرئيس بتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال ميكنة دورة العمل وتحديث العمليات اللوجستية بهدف تحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد وتطوير الخدمة للمواطنين. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة استمرار الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، ولا سيما في مواقع العمل والمشروعات الجاري تنفيذها. جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، والتي استهلها بجولة داخل كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، والتي تعد أول كلية تستقبل أجهزة روبوتات تساعد الطلاب على تصميم البرامج المختلفة وتطبيقها، حيث استمع إلى شرح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول بعض نماذج الروبوتات الصناعية الموجودة في مركز الذكاء الاصطناعي، والذي أوضح أن من بينها روبوت يستطيع التعرف على الأشخاص عن طريق وجوههم كفرد أمن، هذا إلى جانب قدرته على رسم خريطة للمكان الموجود فيه بكل دقة وتحديد، بالإضافة إلى الاستخدامات العديدة الأخرى التي تتميز بها مثل هذه الروبوتات. هذا وقد تفقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الأقسام المختلفة لكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ. استمع مدبولي رئيس الوزراء إلى شرح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول إنشاء الكلية في المحافظة، والتي تنتج نحو 40% من الإنتاج السمكي على مستوى الجمهورية، ولتلبيات احتياجات المحافظة والمحافظات المجاورة والدولة بوجه عام. أضاف وزير التعليم العالي أنه في ظل التطور العلمي السريع أصبح من الضروري أن تهتم الدولة بإنشاء كليات للثروة السمكية لتطوير الإنتاج السمكي وسد حاجة المواطن المصري من البروتينات الحيوانية النيلية والبحرية بأسعار تتناسب مع المستهلك. فقدت الخطوط الجوية القطرية خسائر بنسبة اقتربت من 50% لتسجل حجم خسائر بلغت نحو 3 مليارات من الدولارات في عامين. تأتي هذه التراجعات في الوقت الذي تراجعت فيه حجم الصادرات وارتفعت فيه معدلات الديون لمستويات تاريخية بفعل تمويل المنظمات الإرهابية. خسائر وديون وفرض رسوم جديدة على المواطنين،
هذا وحال دولة قطر الداعمة للإرهاب تحت قيادة عائلة تميم التي أدت سياستها المشبوهة لوضع البلاد في مأزق ارتفاعي حجم الديون، وتراجع حجم النقد الأجنبي والمحلي بالقطاع المصرفي إثر الاستحواذ على السيولة المصرفية لتوجيهها للمنظمات الإرهابية، لتفقد المصارف القطرية وحدها نحو 40 مليار دولار من الودائع الخاصة، ليصعد إجمالي الدين العام إلى أكثر من نصف تريليون ريال قطري. السياسة الإرهابية التي تتبعها الدوحة دفعت مجموعة الخطوط الجوية القطرية لتحقيق خسائر بنسبة اقتربت من 50% لتسجل حجم خسائر بقيمة بلغت أكثر من ملياري دولار مقابل مليار دولار أخرى حققتها خلال العام الماضي 2019، لتسجل حجم الخسائر الكلية نحو 3 مليارات دولار في عامين. قطاع الطيران القطري لم يكن هو الوحيد الذي عانى من سياسات الأسرة الحاكمة في قطر، ليستقبل قطاع الصادرات هو الآخر خسائر بقيمة 14 مليار ريال قطري بفعل إنهاء بعض الشركات لعقود استيراد الغاز من الدويلة القطرية بجانب إلغاء عقود استيراد النفط. الأزمة التي تعاني منها الدوحة دفعت الحكومة القطرية للبحث عن بدائل لوقف الخسائر، لتتجه لفرض رسوم على المواطنين بقيمة 30 ريالاً قطرياً على الأدوية والمستلزمات الطبية بجانب مستلزمات رعاية مرضى السكر والتقارير الطبية، في خطوة توضح خطة الأسرة الحاكمة في قطر لمشاركة المواطنين في تمويل العمليات المشبوهة والتي أكدتها منظمات دولية. المقاطعة العربية للدوحة بسبب دعمها المطلق للإرهاب تسبب في تحقيق الاقتصاد القطري خسائر بقيمة تفوق التريليون دولار، وذلك وفقاً لوكالات رسمية ومراقبون وخبراء، وذلك بعد 3 سنوات فقط على قرار المقاطعة. لتلجأ الدوحة في ظل هذه الخسائر الضخمة للاستدانة بنحو 18 مرة من أجل توفير نفقاتها بالعملة المحلية، حيث تشهد المالية العامة خلال العام الجاري 2020 انخفاضاً حاداً في الإيرادات في ظل تراجع الإيرادات المالية بشكل كبير. نقص السيولة المحلية بقطر دفعها لطرح أذونات محلية حكومية بقيمة اقتربت من المليار دولار خلال العام الجاري، ومع تصاعد الالتزامات المالية لقطر اضطرت الحكومة إلى اللجوء في السنوات الأخيرة إلى الاقتراض الخارجي، ما فاقم الأعباء المالية للدين الخارجي الذي ارتفع إلى مستويات قياسية عند مستوى 55 مليار دولار بنهاية العام الماضي، لتقفز ديون قطر الخارجية خلال السنوات العشر الأخيرة حتى نهاية 2019 بنحو 179%، معظمها منذ قرار المقاطعة. قال موقع العربي الحديث إن الإرهابي الهارب معتز مطر والذي يعمل في قناة الشرق التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بدأ مهزوزا ومرتبكا بعد الكشف عن إحدى المكالمات والتي انفرد بها العربي الحديث، والتي ظهر بها أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق وقيادي من جماعة الإخوان، وكان محور الحديث يدور بينهم عن فشل الجماعة في تحقيق هدفهما في حشد المواطنين للمظاهرات، وتسببت تلك التسريبات في اشتعال الأزمة بين أيمن نور ومعتز مطر. يعني عايز أقولك في لبنان الحالة عظيمة جدا، لكن الحقيقة هي نكسة يعني، أو هي هزيمة. احنا للأسف كلنا حاسين نفس الإحساس ده يا دكتور والله، يعني بس يعني احنا كنا بقى فترة بنحاول وبنجهز وبنعد والدعم موصول وعمالين نتواصل مع محمد علي والناس بتوعنا، ولازم نعمل ولازم نعوض الإخفاق اللي كان حصل عندنا في سبتمبر عشان نعمل حاجة كويسة في يناير ونحفز الناس، بس للأسف مش عارف اللي حصل. للأسف لأول مرة أشعر أن أنا في حالة حزن، خيبة أمل وصدمة. كنت بقول لك يعني الشارع أو نعمل مظاهرة أو نعمل فعالية، ولكن اكتشف حجم الكارثة.
يا دكتور والله حضرتك انت ما يعني حضرتك ما قصرتش، يعني انت ربنا يعلم الفترة اللي فاتت تحفيز حضرتك لينا هو اللي كان مخلينا قادرين نكمل لحد دلوقتي. بس انا مش عارف بعد اللي محمد علي عمله النهارده ان هو يطلع يقول ان انا بنسحب وهقفل صفحتي، انا خايف بكره الصبح نلاقي بقية الناس اللي احنا بندعمهم على الارض وعمالين نوفر لهم كل الدعم نتفاجئ بيهم بكره برضو كل واحد عمال يقفل صفحته او يعلن انسحابه من الحراك. يعني احنا لازم نلحق الدنيا قبل ما نخسر المعركه دي. عايز اقول لك فشلت وهزمت في المعركه الاولى فلا معركه اخرى لها قيمه. اذا تحتضن الجزيره القطريه العديد من الكوادر الارهابيه وبات ذلك جاليا في انضمام مصور بالقناه القطريه لصفوف تنظيم داعش الارهابي. تعد قناة الجزيرة القطرية منبرا لتنفيذ مخططات تنظيم الحمديين لتخريب المنطقة العربية، وهي المنبر الذي يعد ملاذ الجماعات الإرهابية للظهور عبر شاشاتها والتحريض ضد الدول وبث أفكارهم المتطرفة والإرهابية من أجل التأثير على استقرار المنطقة. قالوا منذ اللحظة الأولى لظهورها أنها قناة رأي والرأي الآخر، ومرت السنون والأحداث والدماء والفوضى، وكانت الجزيرة كذلك منبرا للرأي، رأي القاعدة والإرهاب وكل جماعات التطرف، وساحة للرأي الآخر، رأي كل المأجورين والداعين للفوضى. لذا لم يكن غريبا أن تكون الجزيرة منذ بدايتها هي الشاشة الوحيدة الحاضنة لأصوات رموز التطرف والإرهاب في العالم، والراعي الرسمي لتنظيم القاعدة، والشاشة الوحيدة التي يظهر عليها رأس الإرهاب والتطرف أسامة بن لادن دونا عن كافة وسائل الإعلام في الدنيا كلها. في البدء أشاعوا أنها خبطات تلفزيونية عالمية، ثم تفهم المجتمع الدولي أن الجزيرة لم تكن سوى أداة من أدوات داعش وجماعات الإرهاب الدولي. وسقط تيسير علوني رجل الجزيرة ووسيطها للتنسيق مع جماعات الإرهاب بتهمة التورط مع تنظيم القاعدة في عمليات إرهابية. لم تكن تلك المرة الأخيرة، فقد كان العالم يعيش مندهشا كيف تظهر تسجيلات بن لادن وظواهري على شاشة الجزيرة تبرر للدم وجرائم الإرهاب، وتمنح إشارات البدء في عمليات جديدة، بينما أجهزة المخابرات العالمية تبحث عن الرجلين دون جدوى. فقد باتت الصورة واضحة للجميع أن قناة الجزيرة لم تكن مجرد شاشة تلفزيونية إخبارية، بل سلاح من أسلحة القاعدة وجماعات الإسلام السياسي. تواجد عناصر الإخوان في المناصب القيادية للقناة القطرية وتقديمهم لأهم البرامج على شاشتها مثل وضاح خنفر وأحمد منصور وياسر أبو هلالة وغيرهم كثير، أكد للعالم دور القناة القطرية كأداة من أدوات نشر الإرهاب والفوضى في المنطقة العربية، خاصة حينما نشاهد القتلة وزعماء جبهة النصرة وداعش يتحدثون فقط لشاشة الجزيرة، ويتم تقديمهم كمعارضين وثوار ومتمردين لا كإرهابيين وقتلة.
تاريخ الشاشة القطرية منذ لحظتها الأولى كانت الذراع الإعلامي لجماعات الإرهاب الكبرى، كانت كاميراتها حاضرة تبث حوادث الإرهاب الكبرى على الهواء مباشرة، وكأن تنسيقاً ضخماً ومباشراً يتم بين جهة التنفيذ والقناة القطرية، مثل ما حدث وكانت الجزيرة جاهزة لنقل جرائم الإرهاب المفاجئة في سيناء، ومثل ما كانت الشاشة القطرية هي دوماً أول الناقلين لبيانات الجماعات الإرهابية وأول المدافعين عنهم، وكل ذلك تحت شعار الرأي والرأي الآخر، والذي أصبح واضحاً أنه الرأي رأي الإرهاب والرأي الآخر رأي من يمول الجماعات الإرهابية. تتواصل بالغردقة المحادثات بين وفود أمنية وعسكرية ليبية من الطرفين، الجيش الوطني الليبي بالشرق وحكومة الوفاق بالغرب لأول مرة منذ 5 سنوات، والتي تستضيفها مصر برعاية الأمم المتحدة. هذا وقد أشادت بعثات الأمم المتحدة لدعم في ليبيا بجهود الحكومة المصرية في تسهيل انعقاد المحادثات، كما تقدمت البعثة بالشكر إلى الوفدين اللذين أظهرا موقفا إيجابيا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع بوسط ليبيا، معربة عن تطلعه في أن تؤدي الاجتماعات إلى نتائج إيجابية، على أن تعرض هذه النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن من الغردقة مراسلة إكسترا نيوز الزميلة سارية ياسين. إليك سارية. نعم دعاء، شكرا جزيلا. بالفعل من مدينة الغردقة ما زالت هذه الاجتماعات مستمرة حتى اليوم، اليوم هو اليوم الثاني، كان من المفترض أن تستمر الاجتماعات إلى يوم غد، لكن حتى الآن وردت إلينا معلومات أن الاجتماعات يمكن أن تنتهي اليوم. هناك نتائج وتوقعات إيجابية لهذه الاجتماعات ولهذه المفاوضات التي لأول مرة تجمع بين عدد من الوفود أو عدد من الشخصيات البارزة والهامة سواء من حكومة الغرب أو من الجيش الوطني الليبي في الشرق، عدد من الشخصيات التي تجلس لأول مرة منذ عدة سنوات في هذه الجلسة، والتي تعتبر أو هذه المفاوضات والتي تعتبر تقدم مهم جدا وتقدم سريع جدا. مجرد الجلوس سويا على طاولة حوار واحدة هو كان أمر مهم جدا، يعني مع بداية الاجتماعات يوم أمس كان هناك تهنئة على مجرد الجلوس على هذه الطاولة، بعد طبعا هذه الأطراف التي كان بينها أو لازالت حتى منذ فترة قريبة كان هناك كان بينها حرب مستمرة لمدة طويلة، هناك شهداء ما بين الطرفين، لكن معنى أن يكون هناك بيان ختامي اليوم ربما ننتظره أيضا بعد قليل، يعني ذلك أن هناك تقدم كبير جدا في المفاوضات، وننتظر بعد قليل أن يكون هذا البيان يتحدث عن عدد من الموضوعات. ما عرفناه أو ما علمناه حتى الآن أن هذا البيان الذي سيضم عدد من التوصيات سيتحدث عن عدد من النقاط، من أبرز هذه النقاط هو أن سيكون هناك أنهم وصلوا إلى تفاهمات وتفاهمات مهمة جدا في نقاط مثل أن يكون هناك أو أن تعقد اجتماعات 5+5 اللجنة الليبية العسكرية المشتركة في أقرب وقت، حتى الآن لم يتم الاتفاق أين ومتى ستعقد هذه الاجتماعات، لكن هناك اهتمام بأن تعقد في أسرع وقت. كذلك أيضا اتفقوا على أن تكون هناك آلية لتأمين المنشآت النفطية وأن يكون أو أن تكون قوات ليبية نظامية هي القوات التي ستعمل على تأمين المنشآت النفطية، هو أمر أيضا مهم جدا، لم يتم الاتفاق من هي هذه القوات وكيف ستؤسس، لكن حتى الآن الحديث عن أنه ستكون هناك قوات ليبية نظامية هي التي ستقوم بتأمين المنشآت الليبية. الأمر الآخر أنه سيكون هناك ترتيبات أمنية أو تم الحديث على الاتفاق على ترتيبات أمنية خاصة بحكومة سرت وعلى أو لمدينة أيضا سرت، وأحال هذه الترتيبات للحديث بشكل مفصل أو سيتم إحالتها إلى اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 ليتم الحديث بشكل مفصل عن هذه الترتيبات الأمنية. أيضا
ترتيبات أخرى لبناء الثقة بين الطرفين، هي أمر آخر تم الاتفاق عليه، ترتيبات سواء تخص الإعلام، تخفيض حدة التصعيد ما بين الطرفين سواء إعلاميا أو سواء أيضا فيما يخص المحتجزين بين المحتجزين من الطرفين في الشرق أو سواء في الغرب، وأيضا حديث عن الإفراج عن هؤلاء المحتجزين هو أمر أيضا مهم جدا، وهو تقدم أيضا مهم جدا في هذه المفاوضات. أمر آخر أيضا تم نفي الأخبار التي تم الحديث عنها أو وردت إلى بعض الأخبار أو جاءت من بعض الأخبار الصحفية عن أنه تم الاتفاق على توزيع للمناصب العسكرية بحسب الأقاليم الليبية. تم نفي هذا تماما، على أنه تم الاتفاق على هذا تم نفيه تماما، هذا حتى الآن لم يتم الاتفاق عليه، لم يتم الاتفاق على أي تقسيم لأي أو أي توزيع لمناصب عسكرية لا بحسب أي أقاليم ولا حتى عملية التوزيع في حد ذاتها لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن. هذا سيتم الحديث عنه في الاجتماعات الموسعة في لجنة 5+5، والتي كما ذكرنا هناك اهتمام أن تتم أو أن تنعقد في فترة قريبة من الآن. الأمم المتحدة يوم أمس دعاء أيضا خرجت ببيان تحدثت فيه عن أنه حتى الآن هذه المفاوضات أو هذه الجلسات هي جلسات إيجابية جدا، هناك مواقف إيجابية جدا من الطرفين، وأنه مجرد الجلوس على طاولة حوار واحدة هو أمر مهم جدا في هذه الجلسات. وتحدثت أيضا الأمم المتحدة في البيان عن أن مصر ساعدت بشكل كبير جدا على تيسير هذه أو تيسير تواجد الوفود مع بعضها البعض، سيما وأن مصر طبعا قامت بمجهودات كبيرة لجمع الطرفين وإقناعهم بالجلوس في طاولة حوار أو على طاولة حوار واحدة للحديث. كما ذكرنا 4 شخصيات من الغرب و4 شخصيات من الشرق، وأيضا تحدثت عن أنه مصر قامت بتسهيلات كبيرة جدا وشكرتها طبعا وشكرت الحكومة المصرية على ذلك. طبعا الاجتماعات لازالت مستمرة، لازلنا ننتظر معلومات أكثر عن ما تم الاتفاق عليه، لكننا أيضا بصدد وفي انتظار بيان ختامي لنا اليوم، يعني سيتم الإعلان عنه ربما بعد قليل، لازلنا ننتظر ذلك. وهو مرة أخرى ما يؤكد على أن هذه المفاوضات جرت بشكل إيجابي جدا أن تنتهي في يومين، هذا يعني أنه تم الاتفاق على بنود كثيرة وتم الاتفاق على أيضا وتم التفاهم على عدد من النقاط الهامة جدا جدا. مرة أخرى أعود إليك في الاستوديو دعاء. نعم سارية ياسين، شكرا جزيلا لك. أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم أن القوات الأذرية قصفت وحدة للجيش الأرمني في منطقة فاردينيس داخل أراضي أرمينيا. ومن جانبها قالت وزارة الدفاع في أذربيجان إن المعارك استمرت خلال الليل بين أذربيجان وإقليم ناغورنو كاراباغ. أضافت الوزارة في بيان أن قوات الإقليم حاولت استعادة المناطق التي خسرتها من خلال شن هجمات مضادة. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا مغلقا يناقش فيه التطورات في إقليم ناغورنو كاراباغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان. يأتي الاجتماع وسط دعوات دولية إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين. حرب طاحنة تدور رحاها بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورنو كاراباغ المتنازع عليه بين البلدين، في أسوأ قتال منذ 4 سنوات بين الجمهوريتين اللتين كانتا تابعتين للاتحاد السوفيتي. القصف الصاروخي والجوي المتبادل بين البلدين أثار مخاوف دولية من عدم الاستقرار في جنوب القوقاز، صاحبتها اتهامات متبادلة لا سيما مع سقوط قتلى مدنيين من الجانبين. ولتفادي تفاقم الاشتباكات إلى حرب شاملة بين الطرفين، تتسارع الدعوات والاتصالات الدولية لتهدئة التصعيد العسكري بين الدولتين، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف القتال بشكل فوري، معربا عن أسفه لسقوط قتلى في صفوف المدنيين. كما دعت مصر كافة الأطراف إلى الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
في موازاة ذلك، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال مع رئيس الوزراء الأرميني إلى وضع حد للمواجهات الدامية مع أذربيجان، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستسعى إلى وقف أعمال العنف بين البلدين. تنطلق اليوم أولى المناظرات الرئاسية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. سبق ترامب المناظرة بالمطالبة بإخضاع بايدن لاختبار منشطات. كتب ترامب على تويتر إنه سيوافق على إجراء هذا الاختبار أيضا، وأضاف أن أداء بايدن كان متفاوتا في المناظرات بسبب المنشطات، لكنه لم يقدم أي دليل ملموس. قبل أقل من 6 أسابيع على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الأنظار ما زالت تتجه نحو الولايات المتأرجحة، الولايات التي تتغير ميولها بحسب المرشح. ويبدو أن الاقتصاد سيكون فرس الرهان في الانتخابات بتلك الولايات، خاصة في ظل الضرر الذي لحق به جراء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا. تحركات متسارعة كانت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في ولايات ويسكونسن ومينيسوتا وأريزونا وأيوا، إحدى الولايات المتأرجحة، في محاولة لجذب انتباه الناخبين فيها من دون اهتمام واضح بولايات أخرى ذات ثقل في الميزان الانتخابي. من بين الولايات الست المتأرجحة بين الجمهوريين والديمقراطيين تبدو ولاية ويسكونسن أكثر اضطراباً، فالولاية تنفرد بارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، والذي يزيد ما يقرب من 2.5 مرات عن المعدل في الولايات المتحدة. أمرنا دفع حاكم الولاية إلى إعلان حالة الطوارئ بعد تسجيل أكثر من 1900 حالة جديدة في المتوسط يومياً. أما استطلاعات الرأي فتظهر تقدم بايدن في ولايتين فقط من الولايات الست المتأرجحة، هما ميشيغان وويسكونسن. في ولاية بنسلفانيا كان معدل البطالة الذي بلغ 10.3% في أغسطس أعلى من أي ولاية أخرى من الولايات المتأرجحة، حتى مع انخفاض عدد حالات الإصابة بكورونا هناك، فيما بلغ معدل البطالة في ولاية أريزونا 5.9%، وهو الأدنى بين تلك الولايات. إذن سيقرر الناخبون الأمريكيون في 3 نوفمبر المقبل ما إذا كان ترامب سيبقى في البيت الأبيض لمدة 4 سنوات أخرى، أم أن بايدن الذي كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما سيجلس في المكتب البيضاوي الشهير. وكلهما يأمل في حصد أصوات الولايات المتأرجحة لما تمثله من أهمية بالغة في حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن اهتمام بلاده المتزايد بمنطقة شمال اليونان مرتبط بأهميتها الجيوستراتيجية وبتنويع مصادر الطاقة في أوروبا، وأشار إلى أن هدف سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوروبا هو جعلها مستقلة عن روسيا، فضلا عن تعزيز قدرات هذه المنطقة من خلال تنويع مصادر الطاقة. أعلنت الداخلية الأفغانية عن مقتل 14 مدنيا على الأقل في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق بإقليم دايكندي بوسط أفغانستان. وقال المتحدث باسم الداخلية الأفغانية إن الانفجار استهدف حافلة تقل مدنيين بقرية دشت سليمان، مشيرا إلى أن من بين الضحايا 7 سيدات و5 أطفال، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار. Thank you.
كشف إحصاء لرويترز أن وفاة فيروس كورونا في مختلف أرجاء العالم تجاوزت حاجز المليون، وهو ضعف العدد الذي يموت سنويا بسبب الملاريا. تضاعف عدد وفيات كورونا من نصف مليون في 3 أشهر فقط، وهو معدل وفيات آخذ في التصارع منذ تسجيل أول حالة وفاة بالمرض في الصين مطلع يناير الماضي. وقد سجلت الولايات المتحدة والبرازيل والهند نحو 45% من إجمالي الوفيات بسبب الفيروس على مستوى العالم، فيما سجلت أوروبا نحو 25% من حالات الوفاة. أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن ألمانيا سجلت اليوم 2089 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما أظهرت البيانات عن تسجيل 11 وفاة جديدة ليقترب إجمالي الوفيات من 10,000، بينما تجاوز إجمالي الإصابات 290,000 إصابة. سجلت روسيا 8,232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 1,167,000. قالت الصحة الروسية إن 160 مريضا توفوا، ليتجاوز إجمالي عدد الوفيات 205,000. منذ اللحظة الأولى لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم في البلاد في عام 2014، أولت الدولة المصرية أولوية قصوى للعلم وللعلماء. ظهر ذلك بوضوح من خلال زيادة المخصصات المالية للتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك تشكيل المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر. هذا إلى جانب تنظيم مؤتمرات مصر تستطيع للاستفادة من القوى الناعمة للمصريين بالخارج. مصر الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي تولي أهمية قصوى للعلماء باعتبارهم عنصرا مهما في تنفيذ عملية التنمية. اهتمام يتجسد في زيادة المخصصات المالية الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي، وجهود لإعادة صياغة بنية تشريعية طموحة ومتكاملة ومحفزة للبحث العلمي والابتكار، إلى جانب إنشاء الجامعات الجديدة الإقليمية والدولية والخاصة والتكنولوجية لإتاحة فرص تعليمية لائقة للأبناء. بالتزامن مع ذلك تدعم الدولة إنشاء مراكز للتميز العلمي ومكاتب نقل وتوطين التكنولوجيا. في عيد العلم كانت تحية الرئيس السيسي لعلماء مصر مؤكدا أن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان ولا زال من أهم أولويات الدولة. باسمي وباسم الشعب المصري العظيم أن نتوجه جميعا بمناسبة الاحتفال بعيد العلم بتحية تقدير لعلماء مصر، مما لا شك فيه أن الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات. وحرصاً على الاستفادة من خبراتهم، صدر القرار الجمهوري بتشكيل المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر والذي يتبع رئاسة الجمهورية. أما الاستفادة من القوى الناعمة للمصريين بالخارج فتأتي عبر سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، والتي مثلت بوتقة للعلماء والخبراء المصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم في شتى المجالات. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم عن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول 4006 مرشحين في دوائر النظام الفردي وثمانية قوائم في الدوائر المخصصة للنظام القائمة. تدعيما للممارسة الديمقراطية وترسيخا لها ودعم التعددية الحزبية والسياسية في مصر، تأتي انتخابات مجلس النواب 2020 المقرر عقدها في أكتوبر المقبل. 4006 مرشحين وثماني قوائم تخوض غمار الانتخابات لنيل ثقة الناخب الذي سيجد نفسه داخل لجنة الاقتراع أمام برامج متنوعة وكوادر سياسية وشبابية. التنوع الفكري والسياسي للمرشحين وللقوائم الانتخابية يمثل تجسيدا لمبدأ التعددية السياسية والحزبية التي يتطلع إليها الشعب المصري، والتي أقرها الدستور كنظام للعمل السياسي.
وباعتبارها الجهة المشرفة على إدارة الانتخابات، تعهدت الهيئة الوطنية للانتخابات بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والتزام الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية. انتخابات مجلس النواب 2020 تتزامن مع تنمية شاملة تشهدها مصر، ما يحتم على البرلمان المقبل وضع أجندة عمل وطنية يستكمل بها الارتقاء بمصر وشعبها. تفقد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية مقر مجلس الشيوخ وملحقاته للوقوف على ما يجري فيها من أعمال تجديدات ختامية ومدى جاهزيتها لاستقبال أعضاء المجلس في أولى الجلسات المزمع انعقادها خلال أكتوبر المقبل. رافق الوزير خلال الجولة المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب والمستشار محمود إسماعيل عثمان القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ. وشدد وزير شؤون المجالس النيابية خلال الجولة على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية في أجل مناسب. نظمت وزارة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتعاون مع رئاسة الجمهورية زيارة لوفد من شباب الدارسين في الخارج الموجودين بمصر حاليا إلى قصر عابدين الأثري بوسط القاهرة، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة. التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج. أكدت المشاط أن الوزارة تعد نافذة مصر للتعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية على مستوى العالم، حيث تقوم بتعزيز هذه العلاقات وفقا للقرار الجمهوري الصادر في عام 2014 والذي ينص على قيام الوزارة بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الإقليمية والدولية. تابع وزير الإسكان عاصم الجزار موقف توصيل المرافق وتسليم قطع الأراضي بمشروع بيت الوطن لأراضي المصريين العاملين بالخارج، وقال الجزار إنه تم طرح 7 مراحل بالمشروع حتى الآن تضمنت 17,000 قطعة أرض سكنية وأراضي خدمية وأكثر من 7,000 وحدة سكنية، وذلك من أجل تلبية رغبة المصريين العاملين بالخارج في تملك الأراضي وبناء مساكنهم الخاصة بهم وربطهم بوطنهم الأم. تابع وزير الإسكان والسياحة موقف المشروعات المشتركة بالقاهرة التاريخية ومنها مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون والمتحف المصري الكبير ومخططات تطوير الميادين والشوارع الرئيسية. أكد وزير الإسكان عاصم الجزار أن ما تم ويجري تنفيذه في الفترة الحالية يعد إنجازا كبيرا في سبيل العودة بمدينة القاهرة لأداء دورها الثقافي والتاريخي. وقال وزير السياحة خالد العناني إن هناك فرصا استثمارية واعدة بالمشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان في تطوير القاهرة التاريخية، ومنها مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والذي يقع أمام متحف الحضارة ليتكاملا معا ويشكلا مقصدا للسياحة الداخلية والخارجية. استعرضت وزارة التخطيط المعاملات المقدمة بالمدن والأحياء من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات. تضمنت المعاملات الخاصة بالمباني في إطار التيسير على المواطنين وتقنين أوضاعهم. وقد أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد على أهمية المراكز التكنولوجية الموجودة بالأحياء وأوضحت أن التوسع في افتتاح المزيد منها يهدف إلى التسهيل على المواطنين في عملية الحصول على الخدمات مع تبسيط الإجراءات، وهو ما يحسن من فرص الاستثمار بالمحافظات. التقى وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بغادة لبيب نائبة وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي بمقر الوزارة. شهد اللقاء متابعة وزير التنمية المحلية للجهود التي تقوم بها وزارة الاتصالات
خلال الفترة الجارية في دعم وحدات التحول الرقمي بالوزارات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها وزارة التنمية المحلية وكذلك بالمحافظات. تعتزم وزارة المالية تحويل 28 ألف بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية كروت ميزة خلال أكتوبر المقبل. وقال وزير المالية محمد معيط إن الحكومة تتطلع إلى مجتمع رقمي يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بقيمتها الفعلية من خلال الدفع الإلكتروني والشراء أونلاين، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى مصر الرقمية باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي. استقبل وزير الكهرباء محمد شاكر سفير المجر لدى مصر لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر وعدد من الشركات المجرية المتخصصة في مجال الكهرباء. أشاد شاكر بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر والمجر ومرحبا بالتعاون مع شركات المجرية، وموضحا أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء. قال البنك الدولي في تحديث اقتصادي إن جائحة فيروس كورونا من المتوقع أن تسفر عن أقل معدل نمو خلال ما يقارب 50 عام في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي والصين، فيما ستدفع ما يصل إلى 38 مليون شخص نحو الفقر. توقع البنك الدولي أن تحقق المنطقة نموا بنسبة 0.9% فحسب في العام الجاري، وكان من المتوقع أن يصل النمو في الصين إلى 2% هذا العام مدعوما بالإنفاق الحكومي والصادرات وانخفاض معدل الإصابات منذ مارس الماضي، لكنه تراجع بسبب بطء الاستهلاك المحلي. كما توقع البنك الدولي أن تشهد بقية المنطقة انكماشا بنسبة 3.5%. في الأخبار الرياضية، تقام اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 30 لبطولة الدوري الممتاز، حيث يستضيف فريق المقاولون العرب نادي مصر في 3 عصرا. يلعب إم بي مع مصر المقاصة في 5:30، بينما يواجه بيراميدز فريق الاتحاد السكندري في 8 مساء. يلتقي فريق الأهلي مع ترسانة يوم الأربعاء في دور 16 لبطولة كأس مصر. تشهد قائمة الأهلي غياب الثنائي عمرو السولية وأيمن أشرف للإيقاف، ورامي ربيعة للإصابة، وعلي معلول بسبب سفره إلى بلاده للحصول على راحة لمدة 48 ساعة ثم الانضمام لمنتخب بلاده. وصلنا معكم لختام هذه النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في التجمعات التنموية بسيناء وتطوير منظومة المخابز. استمرار المعارك بين أرمينيا وأذربيجان، ومجلس الأمن يعقد جلسة اليوم لوقف التصعيد بين البلدين. وفيات كورونا في العالم تتخطى حاجز 1 مليون، وأمريكا والبرازيل والهند تتصدر الأعداد. وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز هو 11785 فيرتيكال. شكرا لكم وإلى اللقاء.